يعني اشوف لا شايف مربعات كبيره ولا شايف مربعات صغيره. احمل ايه؟ قال لك في قانون ثاني. قال لك 1500 على المسافه بين ار ار المليمتر، كل مربع صغير بيمثل 1 مليمتر. ففي القانون الثاني بيقول لك اقسم 1500 على المسافه ما بين الار ار بالمربعات الصغيره او المليمتر. لقيتها وليكن 15 مللي، يبقى معناها الهارت ريت بقى كام؟ 100 بيت بير مينت. طب واحد يقول لي طب افرض بقى ان الهارت ريت كان الريكورد، هل ينفع بقى اقسم واستخدم القانون ده؟ لا. يبقى محتاج ارسم رسمه كبيره احسب منها الهارت ريت. وفي طرق ثانيه لحساب الهارت ريت، اشوف البالس ريت مثلا صح ولا لا. كلام كويس. طيب الخطوه اللي بعد كده اتكلمنا على اوجمنتد فيكتور ار، واضح ولا لا يا جماعه؟ ايوه. اللي هو الاي في ار. قلنا ريجولار والريزم وحسبنا الريت. طيب لو حد يقول لي كده الهارت ريت هنا قد ايه؟ بس ما يغشش فين الحسبه بتاعته. اه حسب. طب حد يقول كده يا جماعه الهارت ريت قد ايه؟ شفناها. طب تتحسب ازاي؟ زي ما قلنا يا اما مربع 1500 على عدد المربعات الكبيره يا 1500 على عدد المربعات الايه؟ بالملي الصغيره. سم اب نورمالتي، زي ما اعيد وازيد واكرر، المطلوب الاساسي مني النورمال. اعرف هي دي رسمه اي سي جي تي ليه؟ اعرف الويت. في هنا هو رسمه صغيره عايزكم، احنا قلناها في المحاضره بس دي مهمه لكم جدا. اللي هي الانترفال 5 مينتس. انترفال اند سيجنال. انترفال زي ما قلنا في المحاضره هي عباره عن ايه يا جماعه؟ ها؟ النقطه بين الانترفال والسيجمنت. انترفال في ارتفاع يعني في ويف صح؟ صح ويف اور مور. يعني هنا مثلا في ار انترفال هتلاقي من بدايه البي لبدايه الجارس كومبلكس، يعني بتحتوي على بي ويف صح؟ صح. لكن السيجمنت خط متساوي زي ايه؟ من اتش تي سيجمنت. المسافه دي مش هتلاقي فيها ويف، يبقى ايزو الكتريك لاين. تمام، وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب اخر نقطه علشان خلاص ايه نعمل ابلكيشن يا جماعه. سب ابنورماليتيز انت يعني ايه تعرفها اصلا من النص سواء فيسيولوجي او باثولوجي. لو حصل مثلا سيرم هايبوكاليميا او في النورمال او هايبركاليميا هل بيأثر على الاي سي جي؟ واضح التأثير مين في مين؟ في التي ويف زي ما هو واضح. لو هايبركاليميا واضح انها بقت سبايك ايه؟ طب لو الريجولار مش هنحسب، لو الريجولار هنحسب ما احنا قلنا الهارت ريت لو الريجولار مش هستخدم القوانين، هرسم هخليه يرسم في ايه؟ ممكن في دقيقة بس ده هيبقى ايه؟ موضوع كبير خلاص؟ او في ناس بتقربها يقول لك احسب في نص دقيقه، بس الافضل في طرق ثانيه هتحسب الهارت ريت، يعني مش اجباري علينا ان احنا نكسبه من الاي سي جي لو هو لكن ما استخدمش القانون من القوانين دي. مش دخل هارت ريت نعم؟ ريجولار مو ريجولار شوف لا يا شاطر. الريجولار يعني معناها المسافات مش زي بعضها، يعني ممكن تلاقي ما بين اثنين مربع واحد وما بين اثنين ثلاثه او اربعه وما بين اثنين ثانيين خمس مربعات كبيره، يبقى ما ينفعش استخدام القانون. عشان الوقت يا جماعه. دلوقتي احنا عارفين ان لو في حاله اسكيميا لو في ايه اسكيميا هتلاقي الافكشن في مين؟ في التي ويف، ممكن تلاقيها فلاتند او انفرتد. لو في انجري هتلاقي الاس تي سيجمنت ايه تبقى يا اما اليفيتد يا اما ديبريست، وده انديكيشن ان ايه ريسنت انفكشن. لو في اولد انفكشن بتلاقي اب نورمال كيو ايه كيو ويف. نفس الكلام وخدنا شفنا الرسمه دي ان برضك بايه لو الرايت اتريال انلارجمنت بيبقى الوضع عامل ازاي، لو ليفت اتريال انلارجمنت بيبقى الوضع عامل ازاي. وبالتالي النهارده كده عملنا حاجتين يا جماعه، عملنا ريكوردنج ليه الاي سي جي ازاي اعمل ريكوردنج بالخطوات مهمه جدا، اعرف لو انا هعمل ريكوردنج ال 12 ليدز مره واحده او لو هعمل ريكوردنج الوان ليد عرفت ازاي اعمل ريكوردنج. تاني حاجه ازاي اعمل الاي سي جي، وزي ما باكد اهتمامك اساسا بالبيزك، عايز النورمال مينلي في الاسك خلاص. يعني تهتم لا ممكن تسيب بس الاساس انك تعرف النورمالز وتركز على الكلاسيك اي سي جي اللي هو في كل الليدز ما عدا الاي في ار. وضحت الكلام يا جماعه؟ الاو اس تي مش الاو اس تي. التوفيق ان شاء الله يا جماعه. شكرا.